مرض السكري مرض شائع جدا، هو مرض مزمن ومرض العصر، يتميز بارتفاع نسبة السكر في الدم. طبعا هو يفتوشي تو لي زورغان تقريبا، يعني ممكن ان يصيب ويتأثر به تقريبا جميع اعضاء الجسم، بينها طبعا الجلد. المشاكل التي تظهر في الجلد صراحة هي قسم منها يكون يعني يأتي للناس العاديين، ولكن يكون مريض السكري أكثر عرضة لهذه الأمراض الجلدية. وهناك أمراض مرافقة لمرض السكري وتخص مرضى السكري تأتي في الجلد. كما نعلم السكري نوعين، هناك السكري من النوع الأول لديابيت تيب A وسكري من النوع الثاني. كلاهما قد يتأثر الجلد فيهما، مع طبعا تأثر أكثر للنوع الثاني تيب 2. ثلث مرضى السكري تقريبا ممكن أن يصابوا بمشاكل في الجلد. هذه المشاكل طبعا كما نعلم هي سببها تأثر الأوعية الدموية، تأثر الأعصاب، بالإضافة إلى نقص الأكسجين ونقص التروية في الجلد وارتفاع نسبة السكر في الدم. أهم المشاكل أولها هي الجفاف، جفاف البشرة العفاش غير سكيتاني. طبعا لما نقول بشرة، بشرة كل الجسم، مش فقط بشرة الوجه. لا، مش فقط بشرة الوجه، طبعا هي الأطراف عادة. هذا الجفاف يصحبه نقص في الرطوبة، لدينا أيضا نقص في التعرق عند مريض السكري، ولدينا الحكة، طبعا الجفاف يسبب الحكة. لدينا أيضا مشكلة أخرى مهمة هي التصبغات وفي الأطراف وخاصة في الثنيات الجسم تحت الرقبة، منطقة الإبط، مع البشرة ترجع سميكة، تصبح لونها داكن وسميكة، وهذا طبعا ممكن أن يكون من مؤشرات مقاومة الأنسولين في الجسم ويعرف بلاكونتوزيس نيغريكانس. هذه المشكلة عادة يعني نعالجها بكريمات ريتينويد، يعني كريمات الفيتامين A لتساعد على تقشير البشرة. أما الجفاف اللي هضرنا عنه والحكة، فممكن علاجها بالترطيب الجلد، ترطيب المناطق التي فيها حكة، واستعمال مضادات الهستامين. طبعا مريض السكري بسبب نقص المناعة ممكن أن يتعرض أكثر للالتهاب. فالمشكل الثاني هو مشكل الالتهابات، سواء كانت التهابات بكتيرية، فطريات في شامبينيون، والتهابات فيروسية. بالنسبة للالتهابات البكتيرية، لدينا التهابات بصيلات الشعر لا فوليكوليت، لدينا الدمامل ليزابسي، ومشكلة الزونا أو الحزام الناري اللي هو فيروسي، وبيان سور اون بريديسبوزيسيون لانفكسيون ميكوزيك، أو يعني زيادة التأثر والعدوى بمشاكل الفطريات لدى مريض السكري. تظهر طبعا في القدمين، ما بين الأظافر، ما بين الأصابع، وقد تظهر أيضا في ثنيات الجسم ومناطق أخرى. وطبعا على مريض السكري ان يراعي نسبه السكر في الدم، واكيد يعني تنزيل الوزن او تخفيف الوزن. هنا كما في الصوره لدينا قدم السكري او لو بي ديابيتيك، لو مال بيرفورون بلانتير. طبعا مريض السكري يجب ان ينتبه للقدمين بشكل كبير، يجب ان يعني دائما يفحص رجليه اذا كان كاين جرح في القدم، يجب دائما ان يلبس لي بوينتور ان بو بلو غروند بارابور لا بوينتور تاعو، ما يكونش مزير الصباط. يجب ان يعتني بالاظافر، بنظافه القدمين، يجب ان ينشف قدميه جيدا، وهذا امر مهم. والفحص ايضا، لانه مرات تتاثر الاعصاب كما قلنا بسبب ارتفاع نسبه السكر بالدم، فيفقد الاحساس. وبالتالي فقدان الاحساس هذا يعني يخليه ما يعرفش متى جرح، اذا كان تعرض لجرح. ويجب دائما انه يراجع الطبيب اذا لاحظ اي تغيرات يعني بسرعه. لدينا ايضا تغيرات اخرى ممكن ان تصيب الجلد،
هي لها علاقة بالأنسولين وبالإنجكسيون دانسولين. ممكن أن الأنسولين المواد المضافة للأنسولين ممكن أنها تسبب حساسية أو إكزيما في منطقة الحقن. ممكن أن يحدث ما يسمى بالليبوديستروفي أو أنه ذوبان في منطقة البطن في يعني منطقة الدهون أو أنسجة الدهنية، إما أن تزيد تتضخم أو أن تذوب. وبالتالي ننصح المرضى السكري ان دائما يبدلوا لا ريجيون اللي يحقنوا فيها الانسولين، يعني ان لا يحقن دائما في نفس المنطقة. نعم، يعمل جدول ويعني يحقن في مناطق مختلفة من الجسم. ممكن ايضا ان نلاحظ مرات حدوث ما يعرف بالديرموباتي ديابيتيك، وهي بقع فاتحة اللون تأتي في الساقين عادة عند الكبار وعند الرجال اكثر من النساء. وعادة هي مؤشر على وجود تأثير للسكر على أجزاء أخرى وأعضاء أخرى في الجسم، وتكون عادة مرات تكون مصحوبة بحكة. عند النساء بالعكس كاين طبعا النساء والرجال، ولكن نسبة أكثر من النساء هي لانيكروبيوز ليبويديك، وهي نفس الشيء عبارة عن بقع تظهر في القدمين وفي الساقين. لابو ترجع رقيقة تخيفين، وحتى نستطيع نرى الشعيرات عبرها، وتكون مصحوبة أيضا أحيانا بحكة. مرضى السكري أيضا ممكن أن يعانوا من ترسبات للكوليسترول والتريغليسيريد، يعني على شكل بثور أو حبات في الوجه. ممكن أن يعانوا من لحوم زائدة وما يعرف بالموليسكوم فوندولون منطقة الرقبة. هذا يدل على مقاومة الأنسولين، وعادة يكون وزن زائد يكون سيغبوا عند المريض. فبالتالي من المهم جدا أن مريض السكري يهتم بنسبة السكر في الدم.